يبقى وحيدا في السباق هو الأخ الحاج حلفاية فهد، أنه جاب الوثائق المطلوبة باقتدار كبير وفي الأوان في الأجال القانونية المحددة من قبل، واللجنة الأعضاء الجمعية العامة هم أسياد في القرار تاعهم، لاسومبلي جينيرال سوفرين أو ماتير دو ديسيزيون أون سكي كونسيرن لي كانديدا لا ديريكسيون دو كلوب، هما الأعضاء اللجنة العامة تاع الجمعية العامة أعضاء أسياد في القرار تاعهم، وهذا مزكى من طرف الجميع، وبالتالي احنا الملف نتاعو اللي جاب لنا صحيفة السوابق العدلية نظيفة وبريئة من كل شائبة، وبالتالي الملف نتاعو مقبول بان بلون دو ترافاي، جاب برنامج عمل ان شاء الله يلقى دعم من الأنصار ومن كل من له صلة بالكحلة والبيضة انه يعاونوه ويقفوا معاه، باسكو واحد يد واحدة ما تصفق. وفاقش فريق أريق وعنده زوج نجوم، سبحان الله، عيب يعني للدولة يعني ما تعاونوش، نورمال مو توفر له شركه وسط. النسر الاسود مش قادر يحلق، حنا نتمناو من فهد هذا ولا المرشحين هذو واحد منهم لي يدي المنصب هذا يدير الوفاق في عينه. هذا حلفية هذا انسان يعني لبس به وراح يخدم من العمل نتاعو صحيح، لازم ينحي لونتوراج القديم هذاك، باسكو كاين لونتوراج اللي خامج والله غا سيدي موفي بيرسون اللي راهم ثما، هما اللي راهم يديروا الكلاود يديروا هذه سي بارتو هذه، اخويا لعبت تبنيه الوفاق هذا ابنيه على الصح.